حبايبنا مشاهدينا على قناة الآرامية، نعمة لكم وسلام. كم نشكر الله من أعماق القلب لأجل فرصة جديدة، موعد جديد مع البركة، موعد لإطعامنا وتغذيتنا، موعد لطول أنات الله مع كل واحد فينا، موعد مع ذلك الشخص العظيم الذي بحث عنا في الأول وما زال متعهد فينا لكي ما يصل بنا بسلام إلى بر الأمان. حبايبي الغاليين، سلام الرب يسوع معكم. احنا في حلقة جديدة مع سلسلة الأمثال الذهبية للرب يسوع التي فتح فيها فاه الكريم وتحدث لكل واحد فينا، وهو يحمل في طياتها وكلماتها وسطورها وحروفها تعليم وغذاء عظيم يحدثنا ويشمل كل الماضي والحاضر والمستقبل. هذا الشخص العظيم الغير محدود، كلمته ليست محدودة، فقال عبد في القديم: لكل كمال وجدت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. أحبائي الغاليين، كما نفعل في كل حلقة نرفع قلوبنا ونطلب وجهه، لكن أذكر حضراتكم أيضا أنه نعمل شير للحلقة هذه للمشاهدين اللي على الفيسبوك لكي ما تصل إلى أكبر عدد ممكن. كم أناسا يطلبون ابتساما لذاب ونفوس بانحناء تحت وطأة التعب تحتاج كلمة تخفف الألم. هذه الكلمة هي ليست منا، لكن الكتاب يقول عن كلمته الحية: أرسل كلمته فشفاهم. وإحنا كفعل في هذا الكرم بحاجة أنه نبث هذه الكلمة. نحن كفعل في حقل الرب بحاجة أن ننادي ونرسل الكلمة إلى الجميع. شارك أحباء الغاليين، ضع الأمور التي تخص أمور الله في أولوياتك وقدمها بقوة. نستقبل طلبات صلواتكم ونستقبل مكالماتكم مباشر على الخط. كم يفرح قلوبنا عندما نرى تواصلكم معنا، نرى مشاركاتكم وطلبات الصلاة، ويعني تقديم الحمد والشكر لاستجابات الصلاة للأمور السابقة. نتعزى ونحن في هذه البرية، نمسك أحدنا الآخر وعيوننا نحو السيد. طبعا لا يخفى علينا ولا يمكن أن نغفل على أنه الله يستخدم معنا خادمه الحبيب الأخ إبراهيم شحاتة من مصر. يا للبركة اللي الله أجزلها علينا لما رجال الله يجتمعون معنا لكيما نقدم كلمات الله. أحبائي الغاليين، جهز قلبك، قل له: يا رب أنا بحاجة أن يكون لي ذهن صافي غير مختلط بأفكار أخرى. ضع كل مهام يومك، ضع كل ما يشغل بالك على جنب، وتهيأ لاستقبال كلمة الله الحية والفعالة والتي هي أمضى من كل سيف ذو حدين. أحبائي الغاليين، تعالوا مع بعض نرفع قلوبنا، والرب سيستخدم أخونا الحبيب إبراهيم في رفع صلاة يتقدمنا لأجل احتياجاتنا جميعا، متكلمين وسامعين. الرب يبارككم، وأصلي أن يلمسكم بكلمة من عنده ويشجعكم ويعزيكم. أخوي الحبيب إبراهيم، سلام الرب يسوع معك. سلام ونعمة أخونا الحبيب فادي، مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين على قناة الآرامية. خلونا كده في البداية كلنا نتحد معا، نرفع بنفس واحدة طلبا أن الرب يبارك الحلقة. أمين. يا ربنا الغالي والكريم، من كل القلب بنشكرك لأنك أنت الوحيد يا رب اللي موجود معانا في كل لحظة من لحظات عمرنا. أنت مش بعيد هناك ولا لوحدك في سماك، أنت عن كل واحد منا لست ببعيد. بنسلمك وقتنا اللي جاي، بنسلمك يا رب كل لحظة أنك تفيد وأنك تجود علينا وأنك تفتح لينا قوى السماوات وتمطر علينا وتشبعنا بدسم الكلمة، كما من شحم ودسم تشبع نفوسنا، وبشفتاي الابتهاج يسبحك يا رب. يا رب بين إيديك حلقتنا، بين إيديك الساعة ونص، بين إيديك كل لحظة، بين إيديك كل من يتكلم وكل من يسمع أيضا، الكل بنستودعه في يديك أيها السيد الكريم. بنثق يا ربنا الحبيب أنك موجود وأنك حاضر في وسطنا وأنك ستباركنا. لك يا رب كل المجد. أمين. أمين أمين. الرب يباركك أخوي الحبيب إبراهيم.
أحبائي الغاليين، إحنا اليوم أمام مثل جديد يبتدأ الله فيه في وضع عنوان غاية في الأهمية، كما فعل في المثل السابق اللي تحدثنا عنه، رغم أنه لم يذكر بصريح العبارة لأنه هو بوابة لما سنقوله في هذا المثل. سنقرأ من إنجيل متى والإصحاح 13، كما أفعل في كل مرة. أشجع حضراتكم إن كان كتابك أو جهازك بين إيديك، افتح معي كلمة الله، لأن الله سيكلمك ليس من خلالنا إحنا فقط، لكن وأنت تقرأ بالروح القدس سيضع في قلبك كلمات ويلامس أفكارك بها. جيد أن يكون كتابنا مفتوح. واحد قال كلمة حلوة: عندما يفتح الكتاب المقدس بقلب صادق ستغلق كل أبواب إبليس عنا. تعالوا نفتح مع بعض إنجيل يوحنا، إنجيل متى عفوا، والإصحاح 13، ونقرأ ابتداء من العدد 24، بعد ما انتهى الرب من تفسير مثل الزارع اللي تحدثنا فيه في الحلقات السابقة. حبايبي الغاليين، اليوم يبدأ الرب يسوع ويقول: قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات. يبتدئ يتحدث عن ملكوت السماوات، وسنعطي نبذة نسمعها من أخونا إبراهيم مقدمة ما هو ملكوت السماوات، كما تحدثنا في الحلقة الفاتت، ونحن نصر أن نعيد هذه القصة لكيما تبقى أذهاننا صافية. ويريد تأخذ نوت في كتابك ما هو ملكوت السماوات، حتى عندما تسأل أو عندما تقرأ بقية الأمثال يبادر إلى ذهنك ويكون عندك قاعدة صحيحة ما هو ملكوت السماوات. سنسمع من أخونا إبراهيم بعد أن نقرأ المثل ما هو، هل هو السماء لأننا تحدثنا بالسابق عنها، هل هو الكنيسة، هل هو العالم، عن ماذا كان يتحدث، لماذا يقول ملكوت السماوات في هذا المثل ويقول ملكوت الله كما حدث في الأناجيل الفاتت. قدم لهم مثلا قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له الزوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، أما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. بعد العدد اللي قرأناه، العدد 30، يقدم الرب يسوع تفسيرا لهذا المثل. هذا واحد من الأمثال اللي فسرها الرب يسوع، فلا تحتاج إلى فهم المفردات الأساسية منها، لأنه الرب يسوع وضع القاعدة أمامنا التي نستطيع عليها أن نصعد ببناء أفكارنا بهذا المثل. اسمع، يقول في العدد 36: حينئذ صرف يسوع الجميع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل الزوان والحقل، زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم، ويطرحونهم في آتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم،
من له أذنان للسمع فليسمع. أحبائي الغالين، هذه القراءة اللي قرأناها في إنجيل متى والأصحاح 13 التي قال فيها إنه يشبه ملكوت السماوات حقل زرع فيه زوان. لكن هذا المثل أحبائي الغالين له علاقة بمثل آخر في الكتاب المقدس، مثل الشبكة المطروحة في البحر، سنسمع عنها وسنسمع مفارقات وتشابهات بين هذين المثلين، لأنهم مرتبطان معا ارتباطا وثيقا أحبائي الغالين، ارتباطا وثيقا من خلاله نستطيع أن نفهم من هذا المثل ماذا كان يريد الله أن يقول. لماذا تحدث في أحد الأمثال عن حقل، وسنقرأ أيضا أنه تحدث في مثل الشبكة المطروحة في البحر عن بحر، المرة هذه لا يتحدث عن حقل. سنرى مفارقات كثيرة، ثم سيصل الله لكل واحد فينا برسالة خاصة ينبهنا فيها ما أحوجنا إلى تنبيه في أيامنا الحالية. لكن قبل أن نقرأ مثلنا الثاني، تعالوا نسمع مقدمة، خليني أقدر أقول مقدمة ذهبية أساسية نستطيع فيها أن نبني أفكارنا على قاعدة صحيحة. عندما يضع المهندس المعماري أساسات البيت، يضع تصميم الغرف، الحمامات، المطبخ، البناء اللي يطلع سيكون مشابها للقاعدة التي وضعت، بفارق أنه سيكون مجسم ثلاثي الأبعاد. وهذا ما يفعله الله، وضع القاعدة، يقول الكتاب مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويا ترى ما هو الحجر؟ أفكارنا هو يسوع المسيح، حجر الزاوية، هذا هو اللي يربط البناء معا ويعطيه كل معنى. تعالوا مع أخونا الحبيب رجل الله إبراهيم نسمع نقاط مهمة عن ما هو ملكوت السماوات، لماذا تحدث عنه وقال ملكوت السماوات، إلى ماذا يرمز، إلى ماذا يشير، وتبعيات أخرى تخص، ثم سنقرأ معا مثل الشبكة المطروحة في البحر. أخونا الحبيب إبراهيم. طبعا زي ما احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت وما زلنا بنأكد على الخط العريض، او زي ما حضرتك قلت يا اخونا فادي، الاساس اللي احنا بنحط عليه او القاعدة الاساسية اللي بنحط عليها المفاهيم، علشان كثيرين من المسيحيين بيصطدموا بهذا اللفظ او المصطلح الكتابي، لفظ ملكوت السماوات. باختصار، الملكوت له 3 اوجه او 3 مراحل. الوجه الأول أو المرحلة الأولى، عندما جاء المسيح لكي يملك على إسرائيل، جاء لكي يملك على خاصته، لكن بكل أسف رفض ملكه حينما جاء ليملك على خاصته، زي ما بيقول الكتاب كده، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. بكل أسف جه المسيح لكي يملك على الأمة الإسرائيلية، لكن كانت النتيجة أن هم رفضوا إرساليته ورفضوا ملكه عليه. الوجه الثاني للملكوت أو المرحلة الثانية هو دائرة المسيحية الآن. طبعا فهمنا أن المسيح ترك البيت واتجه إلى البحر، بمعنى أنه ترك الأمة وخرج إلى، ترك الأمة اليهودية أو الأمة الإسرائيلية وخرج إلى الأمم، اتجه البحر كناية عن الأمم أو عن الشعوب، فاتجه إلى الأمم. فالدائرة الثانية للملك هي ملكوته الحالي في صورته السرية، والكنيسة ضمن هذا الملكوت. الكنيسة هي الدائرة الأصغر والأضيق داخل الدائرة الأوسع، وهي دائرة ملكوت السماوات، أي ملك أو حكم السماء على الأرض. الآن الملكوت في صفاته السرية، الملك غايب، الملك في السماء، الملك مش على الأرض، فهو في صفاته السرية. المرحلة الثالثة أو الجزء الثالث من الملكوت، وهو يوم أن يأتي لكي يملك المسيح على الأرض ملكه الحرفي. الوجهة الأخرى للملكوت ليس هو الملك السري زي ما موجود دلوقتي، لكن هو الملك العلني يوم أن يأتي المسيح لكي يملك ملكه الحرفي، الملك الألفي، الملك لمدة 1000 سنة على الأرض، الملك اللي بنفهم من خلال كل النبوات ومن خلال كل أسفار الكتاب أنه ملك البر والعدل والسلام.
علشان ما نتلخبطش، وانتوه الدائرة الحالية للملكوت هي دائرة ملكوت السماوات، أي نقدر نقول عليها باختصار الدائرة اللي فيها المسيحية الإسمية، كل المسيحيين. وهذا الملكوت هو على الأرض ليس في السماء، وليس الملكوت هو الكنيسة، الكنيسة جزء من هذا الملكوت، الكنيسة الدائرة الأضيق اللي فيها المؤمنين الحقيقيين داخل هذا الملكوت، لكن الملكوت هو بلغة الكتاب البيت الكبير، الدائرة الواسعة اللي فيها بحسب المثل اللي قريناه النهاردة وقراه أخونا الحبيب فادي، في حنطة وفي زوان، في مؤمنين حقيقيين وفي مؤمنين غير حقيقيين. وبحسب المثل الثاني اللي هنقراه، مثل الشبكة المطروحة في البحر الموجود أيضا في متى 13، في السمك جيد وفي سمك رديء، لكن في السماء يا أحبائي لا يوجد زوان، في السماء ما فيش أشرار، في السماء ما فيش زوان، في السماء لا يوجد سمك رديء، في السماء لا يوجد سوى القديسين. دي خلفية أو مقدمة بسيطة للخطوط العريضة لمراحل الملكوت الثلاثة، علشان ما ننتهش ونكون وإحنا بندرس أمثال الرب يسوع المسيح له كل المجد، خاصة أمثال ملكوت السماوات في متى 13، يبقى الرؤية واضحة ونحن ندرس هذه الأمثال الجميلة. أمين أخوي الحبيب إبراهيم، الرب باركك. ملاحظة حلوة يجب أن نضعها في عيوننا، وهي رسالة حلوة لكل دارس كلمة الله. ملاحظة حلوة، في طريقة لدراسة كلمة الله تستطيع من خلالها أن تستخرج كنوز عظيمة من كلمة الله. يعني احنا بتكلم بين قوسين قبل أن نكمل، بإمكانك أن تأخذ في النص اللي تقرأه كلمة تعتبر مفتاح، قد يكون في كل نص نقرأه أو في كل مثل نقرأه أو في كل قصة نقرأها، يكون هناك مفتاح أو أكثر من مفتاح نستطيع أن نبني فيه ونفتح فيه الأبواب الغير مفهومة. فطبعا يعني للمساعدة خذ هذا النوت، لا قرأنا المثل اللي أمامنا، ممكن أن نضع مجموعة مفاتيح استخدم فيها أخونا الله أخونا الحبيب إبراهيم، سنسمعها منه عن مفتاح مهم وجده في هذا النص، ثم مفتاح آخر وجدته أنا، أو كل قارئ لكلمة الله يستطيع أن يصل إلى هذه المفاتيح من خلالها، يستطيع أن يضع نقاط أساسية. سنفهم من خلالها كيف نستطيع أن ندرس بأنفسنا كلمة الله، نتعلم أن يعني نفتح ونجهز كلمة الله لكي ما نأكلها. بلغة أفكار حياة العالم نقول الآتي، هناك من يذهب ليأكل في المطاعم، وهو شخص لا يرى طريقة الطبخ وكيف تصنع، لكن كل ما هنالك يجلس لكيما يأكل. وهذه الطريقة اللي الله عملها مع شعبه في البرية على مدى حوالي 40 سنة أو 38 سنة، الله أدخل هذا الشعب في مطعم وكان يقدم لهم المن السماوي كل يوم، لكن عندما دخلوا إلى أرض الموعد انتهت خدمة المطاعم، انقطع المن وابتدأوا يأكلوا غلة الأرض. وغلة الأرض يعني الدخول إلى المطبخ بنفسي وأفتح كلمة الله وأستخرج منها طعامي، ابتدأت أعرف كيف أنه مفردات الطعام اللي أكله على أسس صحيحة، الله من خلاله يعطيني الوصفة الرسبي اللي أستطيع أن أستخرج منها طعامي، فتتدرب حواسي وأفكاري وعضلاتي وأستطيع أن أنمو. ليست الفكرة أنه أنا أقرأ نص كبير، لأنه الله قد يشبعني بنص صغير، وهكذا يقول عن المن في العهد القديم، المقلل لا يعوز والمكثر لا يفضل عنه. تعالوا نقرأ مع بعض أحبائي الغالين المثل الثاني اللي نبهنا عنه في نفس متى والأصحاح 13، لو اتجهنا إلى العدد 47، أيضا يشبه مرة أخرى، أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر والجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها إلى الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، أما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في آتون النار، هناك يكون البكاء
وصرير الأسنان مثلين مترابطين، أستطيع أن أسميهم عجلتين لمركبة واحدة تتكلم بنفس المقدار، بنفس الفكرة، بنفس الاتجاه، لكن كل واحد يشير إلى شيء، مفارقات ومشابهات نستطيع أن نفهم منها فكر الله. لاحظ الاثنين قال يشبه ملكوت السماوات، سنتقدم تباعا ونرى أن هناك نفس النهاية، نرى أنه هناك نفس المستخدمين مع فروقات مختلفة بين واحد وواحد، سنفهم هذه الفروقات تباعا في الحلقة. لكن تعالوا قبلها وإحنا مركزين على المثل الأول اللي هو مثل ليس الزوان والحقل، لكن مثل زوان الحقل، يعني الحقل فيه زوان، بالرغم أنه هو ممكن أن نقول عنه الزوان والحقل، لكن هو يريد أن يجمع لي الأمور مع بعض لأجل رسالة مهمة جدا تنفعنا، نفعت على طول فترة سير الكنيسة والمسيحية من بدايتها، لكننا في أشد حاجة لها في أيامنا الحالية حبايبي الغالين. تعالوا نسمع من أخونا إبراهيم عن هذا المثل، عن مفتاح مهم جدا سيحدثنا به مع مجموعة أمور مهمة، ثم نسترسل في مفاتيح أخرى نستطيع على أساسها أن نفعل ذات الشيء ونفهم ذات الأمر، المفاتيح المعلقة على أبواب كل نص. أخونا الحبيب الغالي إبراهيم. أمين أخويا الحبيب فادي. الحقيقة أنا وحاج بتقرأ المثل، أنا في عبارة لفتت انتباهي وحابب إن أنا قبل ما نخوض في المثل ونقارن بينه ونشوف أوجه الشبه بينه وبين مثل الشبكة المطروحة في البحر، حابب أعلق على كلمة قدم لهم مثلا آخر. قد إيه عزت قلبي الكلمة دي، قدم لهم مثلا آخر، وبتتكرر كمان في عدد 31، قدم لهم مثلا آخر. يجي في عدد 44 يقول أيضا يشبه ملكوت السماوات. اللي عايز أقوله أحبائي إن فعلا نستطيع أن نفهم من كلام الرب يسوع، لأنه هو الله، الله مغبوط عنده العطاء أكثر من الأخذ. ليه الرب يسوع عمال يتكلم بمثل تلو الآخر؟ ليه بيقدم مثل آخر هو لا يبخل أنه يقدم؟ الرب بيحب يدي. الحاجة الثانية زي ما قال الرب يسوع، من له سيعطى ويزاد. الآية اللي قالها الرب يسوع بينفذها بشكل عملي، إنه عمال يوضح بأمثال أكتر وبيقول أمثال أكتر لكي تستعلن وتتضح أمثال ملكوت السماوات أمام أعين تلاميذه. فعلا من له يعطى ويزاد، لكن بكل أسف من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. في البداية حابب قبل ما نخوض في المثل حابب أعمل مقارنة، هقول أوجه الشبه فيما يقرب من حوالي 5 أوجه شبه ما بين المثل القرى علينا، مثل الشبكة المطروحة في البحر، ومثل ذوان الحقل. المشابهة الأولى أنه في المثلين حاجة كويسة وحاجة رديئة. ففي مثل ذوان الحقل في حنطة وفي ذوان، في مثل الشبكة المطروحة هناك سمك جيد وهناك سمك رديء. طبعا هنفهم مين هو الزوان وهنفهم مين هو الحنطة، هنفهم مين هو السمك الجيد ومين هو السمك الرديء، ماذا كان يقصد الرب يسوع بكل ذلك. الوجه الشبه الآخر بين المثلين في عبارة بتتكرر في عدد 40 وفي عدد 49 يقول هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. وذلك هو وجه الشبه الثاني بين المثلين، بتتكرر عبارة يكون عند انقضاء العالم، أو كما يقولون الناس نهاية العالم. الرب يسوع بيتكلم عن وقت النهاية. الشبه الثالث أنه في عملية الفرز ما بين، سواء ما بين الحنطة والزوان أو سواء ما بين السمك الجيد والرديء، هذه المهمة أوكلت من الرب إلى الملائكة. من سيقوم بفرز الحنطة عن الزوان؟ الملائكة. من سيقوم بفرز السمك الجيد من السمك الرديء؟ هذه مهمة الملائكة اللي مكتوب عنهم في رسالة العبرانيين، أليس جميعهم أرواحا مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرثوا الخلاص؟ وهذا هو الدور الأخير
أو المهمة الأخيرة للملائكة، لأن الملائكة في العالم العتيد أو في الملك الألفي لن يكون لهم دور. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا 3 عوالم، في العالم القديم عالم الفجار، وفي العالم الحاضر العالم الحاضر الشرير، وهناك العالم العتيد أيضا يوم أن يملك المسيح ملكه الحرفي زي ما قلنا، الوجهة الأخرى للملك وهو ملكه العلني، الملك الحرفي لمدة 1000 سنة. في الاثنين في المثلين وجه الشبه الرابع أنه بيكرر أنه الدينونة واحدة، الدينونة عبارة عن أتون النار، ويقول هناك سيكون شيئين، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. الوجه الشبه الأخيرة بين المثلين أن الحقل إشارة للعالم، وكذلك البحر أيضا إشارة للعالم. الحقل المسيح قال علانية وصراحة في تفسيره للمثل، الحقل هو العالم، كذلك أيضا الشبكة المطروحة في البحر، البحر هو العالم، إن الأشرار كالبحر المضطرب الذي تقذف مياهه حمأة وطينا. هذه هي أوجه التشابه الخمسة ما بين المثلين، مثل ذوان الحقل ومثل الشبكة المطروحة في البحر. لكن حابب أضيف فكرة كمان، أن هذا المثل له علاقة بالمثل اللي قبله، أول مثل قاله الرب يسوع وهو مثل الزارع. لكن هناك 3 اختلافات نقدر نشوفهم ما بين مثل الزارع، أو 3 مفارقات ما بين مثل الزارع ومثل زوان الحق. في مثل الزارع الزرع هو كلمة الله، لكن في مثل زوان الحقل الذرع دول الناس اللي استفادوا من كلمة الله، أي المؤمنون الحقيقيين. وده أول مفارقة ما بين مثل الزرع ومثل زوان الحقل. الفرق الثاني إنه في الحقل اللي خرج الزارع ليزرع فيه بيتكلم عن كل الناس. الحقل هو العالم، والعالم يقصد به في المثل الأول كل الناس، كل الناس. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. حب كل ربنا حب العالم كله، أيوة ربنا حب كل الناس، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، يوحنا 3:16. لكن في المثل الثاني بيركز أنه العالم يقصد به دائرة المسكونة اللي احنا عايشين فيها، وهذا هو الفرق الثاني ما بين مثل الزرع و مثل زوان الحقل. الفرق الثالث باختصار أن الشيطان في المثل الأول أو العدو، ماذا يفعل العدو؟ بيخطف الكلمة، وده في باين في المزروع على الطريق. لكن في المثل الثاني العدو يفعل ما هو أبشع وما هو أصعب، إنه ليس يخطف الكلمة لكنه هو نفسه يزرع. لكن بكل أسف ماذا يزرع؟ إنه يزرع زوانا، أي عشبا ساما دارا. فرقنا حبايب، قلنا أوجه التشابه ما بين مثل الزوان ومثل الشبكة المطروحة، وقلنا أوجه المفارقة أو الاختلاف ما بين مثل زوان الحقل ومثل الزارع. فنقدر نقول أن هذا المثل مثل محوري، له علاقة بمثل الزارع وله علاقة بمثل الشبكة المطروحة. وحابب كمان أدي فكرة باختصار عن مفاتيح مثل زوان الحقل. طبعا المثل الجميل اللي قاله الرب يسوع والكلام فيه واضح، لكن التلاميذ لما الرب صرف الجموع، يقول كده في عدد 36، حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين فسر لنا مثل زوان الحقل. وأنا أشجع كل مشاهد بيشاهدني الآن، وكل محب وكل دارس لكلمة الله، إذا أنت بتحب تفهم كلام ربنا أرجوك توجه إلى الرب مباشرة وصلي زي ما علمونا زمان، اقرأ الكلمة مصليا وصلي قارئا، أي وأنت تقرأ الكلمة قل له يا رب افتح عيني، كما صلى واحد قديما وقال في المزمور افتح عيني فأرى عجائب من شريعتك. قل له زي ما قال في مزمور 119 فهمني فألاحظ وصاياك. مش عيب أن أنا أطلب من الرب، أطلب معونة من الرب، لأنه هو الذي كتب الكلمة، هو صاحبها، فهو أقدر واحد من مثله معلما أن يفسر لي وأن يفهمني هذا الكلمة من خلال عمل روح القدوس
في داخلي إذا كنت مؤمن حقيقيا سيرشدني إلى جميع الحق. حلو أن التلاميذ بيطلبوا من الرب يسوع أن يفسر لهم مثل زوان الحق. في 7 مفاتيح في المثل الرب يسوع بيقولهم في تفسير المثل، وحاجة جميلة أن الرب يسوع هو الذي فسر هذا المثل. المفتاح الأول، الزرع الجيد هو ابن الإنسان، وسنأتي خلال الحلقة هنتكلم عن كل مفتاح من 7 بنوع من التركيز، وسنستمتع أيضا مع أخي الحبيب فادي. المفتاح الآخر هو الحقل، هو العالم أو زي ما قلت المسكونة أو الدائرة اللي فيها ملكوت السماوات. المفتاح الثالث، الزرع الجيد، هو بنو الملكوت أي المؤمنون الحقيقيين. المفتاح الرابع، الزوان، هو بنو الشرير أي الأشرار المؤمنين اسما أو لهم إيمان مزيف زي ما هنسمع عنهم كثيرا. العدو الذي زرعه هو إبليس، ده المفتاح الخامس، والمسيح بيتكلم عن العدو بكل وضوح. المفتاح السادس، الحصاد، هو انقضاء العالم أو نهاية العالم. المفتاح السابع، الحصادون، هم الملائكة. وهنتكلم تباعا أحبائي عن كل مفتاح من المفاتيح، وأترككم مع أخي الحبيب خادم الرب رجل الله الأخ فادي اللي تستمتعوا أيضا معه بالكلام عن هذا المسألة. رب يباركك أخوي إبراهيم. حبايبي الغاليين، قبل أن نكمل دخولنا في هذه الباحة، باحة هذا القصر الجميل، تعالوا نخرج فاصل، وبعد الفاصل سيكون لنا كلام غني نستمتع به. ابقوا معنا، سنكون معكم بعد قليل. مرحبا بكم من جديد حبايبنا مشاهدينا على قناة الأرامية. أذكر حضراتكم كما رأينا في الإعلانات بالأخص لسكان مدينة تورنتو وميسيساغا والمدن المجاورة لها، إيتوبيكوك وأوكفيل وكل الجي تي اي، أنه لنا حلقة أمسية رائعة في قاعة أدسة في إيتوبيكوك. ستجدون العنوان موجود في الإعلانات الموجودة على الفيسبوك أو الصفحة الرسمية لقناة الأرامية. سيكون لنا سهرة روحية رائعة، فيها سنضع طلبات الصلاة، سنسمع كلمة الله، نتمتع بترانيم عظيمة، ثم سنسمع من خلال أخونا الحبيب باسم جوريال نبذة عن عمل الله في قناة الأرامية الحلوة التي الله يستخدم فيها الكلمة وينشرها، التطلعات، الشهوات الحقيقية من قلب القديسين للنظرة المستقبلية في الوقت المقصر الذي نحن نعيش فيه، ونثق أن شهوة الصديق تمنح. أشجع حضراتكم على الصلاة أولا لأجل الخدمة، ثم الحضور معنا لكيما نتعزى بالإيمان المشترك ونسمع معا كلمة الله. تعالوا عودة إلى المقدمة الحلوة اللي سمعناها من أخونا الحبيب إبراهيم. وأخونا الحبيب إبراهيم يتحدث، شغل فكري شيء وأنا أسمع للمقارنة الحلوة اللي وضعها بين المثل السابق والمثل الحاضر، وأضع بين إيديكم نقطة حلوة ننتبه إليها. قدم في المثل السابق 4 أنواع من الأراضي، لكن إحنا عارفين إنه الزوان في كلمة الله هو نفسه معناه الشوك، ونرى أنه أشياء وقعت أو حبوب وقعت في الشوك، بين الشوك. لكن لاحظ نقطة مهمة، ما زلنا في متى الإصحاح 13، سنقرأ الآتي، يقول والمزروع في العدد 22 بين الشوك الذي هو الذي يسمع كلمة الله. اسمع، لا يقول العالم والغنى، فالعالم والغنى شيء، لكن يشير ضمنا إلى الذي زرع، الذي هو الزوان الذي زرع في الحقل، فيقول هم هذا العالم. لماذا لا يقول العالم؟ لأنه احنا أصلا كمؤمنين عايشين في العالم. لا يقول الغنى، الله ليس عنده مشكلة مع المال، لكن مشكلة الله الأولية التي يواجهها فينا هو محبة المال، أو ما يقال في هذا النص غرور الغنى، أي الذي يعمل من وراء الغنى. الغنى بركة من الله،
ليس المشكلة في الغنى، برغم أن الغنى يأتي بمسؤولية كبيرة، لكن غرور الغنى، لاحظ التكملة يقول يمنعان هذا الثمر، يمنعان هذا الثمر. إذن هناك خلطة، هناك شركة، هذه الشركة احنا موجودين فيها في العالم، لكن المشكلة عندما يتأثر المستمعين، لا أقول المؤمنين، المستمعين بماذا؟ بالغرور، غرور الغنى، وبهم العالم. لماذا هناك هم في العالم؟ لأن الإنسان الغير مختبر الله يحاول أن يدبر أموره بنفسه، وهذه كارثته، ليس له اعتماد على كلمة الله، فبسبب هذا الأمر يهتم ويمتلئ قلبه بالهم لأنه يحاول تدبير أموره. أما المؤمن، الكتاب يقول ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. غرور الغنى أيضا نفس الأمر، هو ما يجنيه من هذا الغنى. لكن عودة إلى مثلنا، وأخونا الحبيب يكلمنا إبراهيم عن المفارقات، نرى نقطة مهمة جدا. نرى أنه في هذا المثل مفتاح مهم، هو أنه الحنطة والزوان إلى فترة ما قبل الثمر، قبل الإثمار، متشابهين تماما تماما. فاسمع ماذا يقول في المثل اللي قرأناه، قالوا أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك، فمن أين له الزمان؟ قال لهم إنسانا عدو فعل هذا. فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان. كيف ممكن؟ لو كانت الحنطة مختلفة شكلا عن الزوان لاستطاعوا أن يصلوا إلى الزوان ويتركوا الحنطة، لكن لأنهم متشابهين. ما هو التشابه بين الزوان والحنطة؟ اسمع، احنا كبشر كلنا أخذنا حياة من الله، هذه الحياة أخذناها بالولادة في العالم، فصار لنا نفسا حية. لكن الخطية عملت الآتي، الخطية إلها نتائج مستقبلية تتحدث عن الموت الجسدي، لكن لها نتائج فعلية آنية اسمها الموت الأدبي. ثم سيأتي وقت في الآخر، سيأتي الموت النهائي الذي هو الموت الأبدي. إذن موت جسدي وهو فناء الجسد، انتهاء الجسد، موته. ثم يعقب مباشرة إن لم يكن هناك شيء في الوسط، موت أبدي، هذا اللي فيه ستقوم هذه الأجساد وتبقى خالدة وليست ممجدة، وستلقى في أتون النار، وهذا اللي سمعناه في هذا المثل. لكن هناك موت حالي يدب في الإنسان، هو الموت الأدبي، هذا هو اللي في حياة، الحياة الأولى المتشابهة بين المؤمن وبين الخاطئ، لكن هذا ليس خاطئا اعتياديا، هذا الخاطئ خاطئ من نوع خطير جدا، هذا الخاطئ هو خاطئ متدين ملتصق ملازم لأمور الله، أخطر أنواع الخطاط. كيف نعرف هذا الأمر؟ سنرى من خلال كلمة الله أشياء كثيرة، لو بحرنا في كلمة الله سنرى أشياء كثيرة يقولها الكتاب، يظهر لي أن هذا الزوان له شكل يشبه الحنطة تماما، رغم أنهم أشرار، لكن نقرأ في كلمة الله ليس عن كذبة، لكن نقرأ في كلمة الله عن أنبياء كذبة. فيقول الآتي أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذبة كثيرون قد خرجوا إلى العالم. فهم أنبياء يعني بالشكل يشبهون الأنبياء الحقيقيين، لكنهم كذبة، لكن لا يقف عند الأنبياء الكذبة، لكن يخبرنا أيضا عن مصيبة، إخوة كذبة. مخيف هذا الكلام،
إخوة كذب، زوان كأخوة كذب، فيقول ولكن بسبب الأخوة الكذبة المدخلين، اسمع، خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا، لكن لا يقف عند هذا الحد فقط، لكن يكلمنا عن خداما كذبة إن صح التعبير، الذين هم يقول عنهم الكتاب غاشين الكلمة، أي يقدمون الكلمة يخدمون فيها لكن غاشين فيها، لأننا لسنا كالكثيرين. اسمع، يقول عنهم كثيرين غاشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص في رسالة كورنثوس الثانية، لكن يحدثني أيضا عن ذئاب خاطفة، هكذا قال بولس، قال لأني أعلم هذا، إنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئابا خاطفة. سبق الرب يسوع أن تحدث عن ماذا؟ تحدث عن ذئاب في ثياب حملان. سؤال على الفيسبوك، ما المقصود بالموت الأدبي؟ الموت الأدبي يعني أنا حي بالجسد لكن بالروح أدبيا كأدبيات الله ميت، لا أستطيع أن أعيش كما هو الهدف اللي الله خلقني لأجله، أن أفعل الحسنى لست أجد، فأرى الشر حاضر أمامي، اختبار حقيقي، لكن هو شخص يعيش حياته بالجسد لكن سلوكياته لا تشهد عن عمل الله وأخلاقيات الله وأدبيات الله في حياته. بالإنجليزي هناك كلمة حلوة عن الشخص المؤمن يسموه godly man، والعراقيين هناك كلمة مشهورة يقولون عنه اللهوي، يعني يشتغل مع الله، مهتم بأمور الله، في حياته أخلاقيات الله، كل شيء في حياته يتحدث عن الله، ليس ممارسات لكن حياة حقيقية من الله تعكس ملامسة الله. إن كان طبيب فالناس ترى الله من خلاله، إن كان عفوا حتى لو كان زبال، حتى لو كان عامل، حتى لو كان فاعل، حتى لو كان أيا كان، ترى فيه أعمال الله، ترى فيه. طب ماذا كان التلاميذ؟ صيادي سمك، حتى قال عنهم الكتب والفريسيين إن لما رأيا إنهما إنسانان عاديان عاميان، صيادي سمك، من أين لهم هذه الحكمة؟ من أين لهم؟ لأنه التصقوا بالله، فبدأت أدبيات الله التي ولدت فيهم حياة هي التي تعمل. الذي يفرق بينهم هو إنه واحد عنده ثمر واحد ليس له ثمر. تعالوا وإحنا نجلس قدام المثل، تحدثنا عن تشابهات الزوان بالحنطة، والله يحذر أنه لا يقلع حتى لا تقلع الحنطة أيضا. لكن هناك يوم اسمه يوم الحصاد، مشكلة الله لم تكن مع الزوان على الإطلاق، تعرف لماذا؟ لأنه منذ بداية الخليقة والزوان موجود، منذ أن دخلت الخطيئة كانت المشكلة في الزوان موجود، لكن المشكلة الحقيقية ليست مع الزوان، المشكلة الحقيقية أحبائي الغاليين، وهذه هي الرسالة التي نقدمها، المشكلة الحقيقية التي نتحدث فيها هو إنه إحنا اللي نمنا أحبائي الغاليين، إحنا اللي نمنا أحبائي الغاليين، صار هناك نوم في حياتنا. تعال اقرأ معي، واحنا السؤال اللي سألوه، قالوا له الآتي: فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا زرعت في حقلك؟ فمن أين له الزوان؟ فقال لهم: إنسانا عدو فعل هذا. لكن اسمع قبلها ماذا يقول، يقول في العدد 25: وفيما الناس نيام، وليس وفيما الله نائم، وفيما الناس نيام، المشكلة فينا احنا الناس. ولاحظ، صحيح سمعنا من اخونا الحبيب ابراهيم ان ابليس زرع،
لكن من هي الأداة المستخدمة؟ إبليس ليس إنسانا، فالكتاب هنا يقول الآتي إنسانا في العدد 38 28 إنسانا عدوا فعل هذا الإثم الذي يعمل في الخطاط مستخدما البعيدين المتدينين لكي ما يتم هذا الزرع. ماذا يتم زرع؟ يتم زرع هموم هذا العالم، يتم زرع غرور الغنى، يتم بث السموم من خلال هذا الإنسان العدو. لكن هناك كما ذكرنا نقطة مهمة، سنسمع عن المفاتيح، لكن دعني أتحدث عن نقطتين أوليتين عن النيام. النوم دائما يحدثني عن ماذا؟ يحدثني عن الليل، يحدثني عن الكسل، يحدثني عن الخيابة. الرب يسوع وهو في جبل جتسيماني قال: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ وعيونهم كانت مثقلة بالنوم. ليس هو وقت نوم رغم أنه ليل، لكن في وقت الليل يجب أن يكون هناك صحو. لماذا؟ يقول الكتاب الآتي، اسمع، يقول في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الخامس والعدد 8: اصحوا واسهروا. عندما يقول اصحوا واسهروا يعني يتحدث عن ليل، فلا أحد يسهر في النهار، فهو يتحدث ضمنيا عن الليل ويقول اصحوا واسهروا. لماذا؟ لأن إبليس خصمكم كأسد زائر، ليس أسد زائر، اسمع، إبليس خصمكم ليس أسد زائر لكن كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. لكن ماذا عن رب الحقل؟ ماذا عن صاحب الحقل؟ هل صاحب الحقل ينام؟ أحبائي، مكتوب عن الله إنه لا ينعس لا ينام، مكتوب عن الرب يسوع الآتي: وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله بالصلاة. يا سلام، ذهب كل واحد إلى بيته، أما هو فصعد إلى الجبل لكي يصلي. مشكلتنا أحبائي الحقيقية هو أنه إحنا نمنا، وسنرى أن النوم له مصيبة. النوم والليل يحدثني عن شيء أحبائي، الليل يحدثني عن فترة غياب الرب يسوع بالجسد. عندما غاب الرب يسوع عن أفكارنا، عندما غاب الرب يسوع عن حضوره في حياتنا، ماذا حصل؟ تعرف ماذا يقول في متى 25 عن العذارى العشرة؟ نعسنا جميعهن ونمنا. لماذا؟ لأنه غاب الذي يبقينا صاحين، الذي يبقينا يقظين، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم. اللي ينتظر يبقى صاحي لا ينام. اسمع ماذا يقول، يقول الكتاب: نعسنا جميعهن ونمنا. اسمع، بالليل لا يمكن أن نعمل عمل الله. يقول: ينبغي الرب يسوع أن أعمل الأعمال الذي أرسلني أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل ليس أحد يستطيع أن يعمل. أي بدون الرب يسوع، كما قال: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. يحدثني عن غياب الرب يسوع اللي يمارس كسر الخبز في الكنيسة، في كنائس تعملوا صباحا باكرا، وفي ناس تعملوا ظهرا، وفي ناس تعملوا بعد الظهر، لكن الغريب انه الجميع متفقين بكلمة الله انه يسموه، اسمع ماذا يسموه، يسموه العشاء الرباني. لماذا لا يسموه الغداء الرباني؟ لماذا لا يسميه الفطور؟ لأنه ليل أحبائي، لأنه إحنا في ليل، وفي هذا الليل نصنع العشاء. محتاجين أن نبقى يقظين، نبقى متأهبين، نبقى جاهزين، نبقى ملتصقين. لماذا نبقى ملتصقين؟ لأنه في الليل تأتي العثرات أحبائي الغالين. أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار، اسمع، فلا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر. لماذا؟ لا يقول لأن النور ليس حوله، لأن النور ليس فيه.
تعالوا نسمع عن المفاتيح المهمة اللي تحدث فيها الرب يسوع مع أخونا إبراهيم. كلام جميل اخويا الحبيب فادي، والرب يساعدنا ان احنا نبقى سهرانين وصحيين وما نكونش من الناس اللي ناموا وشوفنا خطورة النوم. الفكرة الأولانية اللي أحب أتكلم عنها والمفتاح الأولاني، نلاحظ إنه بيقول الزرع الجيد هو ابن الإنسان، وتعبير مهم جدا من تعبيرات الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح له كل المجد، هو تعبير ابن الإنسان. وعلى الأقل عندي 3 أفكار ليه بيستخدم تعبير ابن الإنسان. الفكرة الأولانية، ابن الإنسان لأن العدو هو إبليس. طبعا احنا نشكر الله، نحن نتمتع بوجود الله في حياتنا من خلال الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس، في ثلاث الله المثلث الأقانيم معانا. وإن كان الله معنا أحبائي فمن علينا؟ بس بكل أسف علينا بقى، علينا 3 أعداء. من هم؟ العالم في عداوة مع الآب، الشيطان في عداوة مع ابن الإنسان. علشان هنا كده بيستخدم أن الزرع الجيد هو ابن الإنسان، لكن العدو الثالث هو الجسد البغيض الذي فينا، وهو في عداوة مع الروح القدس الذي يشتهي ضد الروح. لكن نقول مع الرسول بلغة رومية 8: إن كان الله معنا أو في صفنا فمن علينا؟ فلماذا استخدم ابن الإنسان؟ لأن الشيطان في عداوة مع ابن الإنسان. لا، حاجة كمان، احنا فاهمين ان متى بيكتب لليهود وبيكلمهم عن المسيح كمن هو المسيح الملك، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. لما يستعمل تعبير ابن داود هو يتكلم عن الملك الخاص بالأمة الإسرائيلية، لكن لما بيتكلم عنه كابن الإنسان فهو عايز يقول انه بيكلم كل إنسان، اي ان الكلام موجه الى كل إنسان باعتبار الرب يسوع هو الملك الحقيقي، ملك البر والعدل، الذي يملك الآن سريا في دائرة ملكوته، لكن سيأتي يوما ويملك بشكل حرفي. الحاجة الثالثة، لماذا يستعمل تعبير ابن الإنسان؟ لأن ابن الإنسان هو اللي هيدين كل إنسان. الرب يسوع حكى عن القصة دي في إنجيل يوحنا وأصحاح 5، أن كل الدينونة قد أعطيت للابن، وهناك دينونتان، هناك دينونة للأحياء وهناك دينونة للأموات أمام العرش العظيم الأبيض. وزي ما قال المرنم الجميل: بكرة تقول خبيني يا جبال من قدام وجه الديان. علشان كده بيستعمل التعبير الكتابي اللي قدامنا، اللي الله بيكتبه لنا من خلال عبده متى مسوقا بالروح القدس، تعبير ابن الإنسان. طبعا الحقل زي ما قلنا هو دائرة الملك أو العالم أو المسكونة يعني، أو دائرة المسيحية الإسمية. طيب، الفكرة الثانية اللي عايز أتكلم عليها، فكرة الزرع الجيد، دول هم ناس، دول المؤمنون الحقيقيون، المؤمنون الذين أثمرت الكلمة بالصبر في حياتهم وأتوا بثمر، هم بنوا الملكوت. بلغة الرسول يوحنا: بهذا أولاد الله ظهروا. لكن والذوان هم بني الشرير، برضو زي ما بيقول الرسول يوحنا، هو أولاد إبليس. أولاد ربنا باينين، أولاد الشيطان باينين، والرب يسوع قال لهم كده في يوحنا 8: أنتم من أب هو إبليس، أبوكم هو الشيطان، وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا. لكن زي ما سمعنا من أخونا فادي، ما هو خطورة هؤلاء؟ هؤلاء خطورتهم أنهم زرعوا جوارا مع الحنطة الحقيقية. يعني ده جار الحنطة الحقيقية، واللي راح فينا الحقول خاصة في صعيد مصر أو في وجه بحري يقدر يشوف كده، يلاقي القمح شكله جميل قوي والسنابل مليانة حب، لكن في زرع حتى يقولوا عليه الفلاحين زرع شيطاني، نفس شكل القمح، هو نفس شكله بس بكل أسف تلاقيه فاضي من جوه وعبارة عن أعشاب سامة وضارة. وده بيفكرنا بزمان،
يعني الزوان موجودين من زمان، حتى مش في عهد دائرة الملكوت السري الآن، ملكوت السماوات، لكن في وسط شعب الله في القديم، شعب إسرائيل. فرعون قعد يخاتل الشعب وقعد يماطل مع الشعب، وقال لهم، عرض عليهم أكثر من عرض، طيب أنتم تروحوا تعبدوا ربنا بس ما تبعدوش عننا، روحوا 3 أيام وارجعوا، روحوا من غير ستاتكم وعيالكم، لا طب روحوا من غير غنمكم وبقركم. بس كان كل ده ما ينفعش. آخر محاولة عملها فرعون، وفرعون ملك مصر هو في القديم هو صورة للشيطان، أنه زرع لفيف في وسط الشعب، وهذا اللفيف خرج مع الشعب، وبكل أسف هذا اللفيف أثر على الشعب في يوم من الأيام أنه اشتهى شهوة، وكان له نتيجة سلبية على الشعب الذي خرج من أرض مصر. آه ما أخطر الزوان. وزي ما سمعنا من أخونا فادي، دخل وخلص، أنبياء كذب، رسل كذب، فعل ماكرون، فعل كذبة، خدام كذبة، بكل أسف إخوة كذبة، يقول عنهم كده في غلطية. يعني أنا حابب بس أقرأ شاهد هيوضح لنا فكرة الزوان وخطورتهم. يعني يقول كده الرسول بولس لما يتكلم عنهم في رسالة كورنثوس الثانية وأصحاح 11 عدد 13، يقول كده: لأن مثل هؤلاء هم رسل كذب. يا يعني من البداية في رسل كذب. فعل ماكرون، مغيرون شكلهم، بص خطورتهم، بيغيروا صورتهم وشكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، حاجة مش غريبة ليه؟ لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. يا للخطورة، يا للرعب، آية مرعبة صدقوني. الشيطان نفسه بيغير شكله، شوفوا بيغير شكله ليه، إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر. بس شوف بقى حاجة طمنة اهي: الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. اداروا في وسط الحنطة الحقيقية، لكن هيجي يوم الحصاد والنهاية بتاعتهم هتكون حسب أعمالهم. والموضوع أيضا يا أحبائي، موضوع الزوان في دائرة الملكوت ليس حديثا. أولى الرسائل التي كتبت إلى الكنائس رسالة تسالونيك الأولى، تاريخيا أو زمنيا يعني بحسب الترتيب الزمني للرسائل اللي كتبها الرسول بولس، هي رسالة تسالونيك الأولى وتسالونيك الثانية. شوفوا في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي، بيحذرهم الرسول بولس في الأصحاح الثاني، وبيقول كده عدد 6: والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلم في وقته. عدد 7 ده اللي يهمنا، لأن سر الإثم أو الخطية بتعمل بشكل سري في الخفاء من غير ما حد يحس، لأن سر الإثم الناس اللي دخلوا خفية، الناس اللي اتدسوا وبيدسوا بدع هلاك، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط. ياه ده الموضوع من بدري قوي، الموضوع من بدايات الكنيسة الأولى ومن بدايات الرسائل. يقول كده: يعمل الآن فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم. العدو واضح الكلام عنه أنه هو الشيطان. الناس ناموا، بس حسنا قال أحدهم أن الشيطان لا ينام. واحد قال الشيطان مش بيروح يمضي الساعة 8 حضور وبيمضي انصراف الساعة 4 زينا، لكن وزي ما بيقول المرنم كده في الترنيمة الجميلة: وشطان لا بيهدى ولا بينام، إنه ينتهز كل فرصة. يقول الكتاب عنه أنه يجول، يجول ملتمسا من يبتلعه. هو بينيمنا، طب ليه غرضه ينيمنا؟ علشان يزرع المصايب بتوعه، علشان يزرع الناس بتوعه. وما أخطر الخطر عندما يكون من الداخل. أحبائي، هناك أخطار تأتي من الخارج، هذه أخطار واضحة معروفة، لكن الخطر الأكبر
عندما يأتي الخطر من الداخل. مثل ما يقولون الحرب التي تأتي من الخارج لا ترعب كثيرا، العدو واضح فيها، لكن الحرب الأهلية، ما يسمونه بالحرب الأهلية أو الحرب الداخلية التي تأتي من الداخل، هذه هي ما تجلب الرعب. الحصاد، ما هو الحصاد؟ هو انقضاء العالم. في حادثتين مهمين هيحصلوا. سيأتي المسيح أولا لاختطاف الكنيسة، ثم يعبر على الأرض حوادث كثيرة بيسميها الكتاب الأسبوع الأخير أو ال7 سنين المقسومين إلى مبتدأ الأوجاع والضيق العظيم، ثم بعدها يظهر المسيح لكي يملك على الأرض ملكه الحرفي، لكن علشان يأتي لكي يملك ملكه الحرفي، ماذا سيفعل في دائرة الملكوت؟ لابد أنه ينظف الحرف. بلغة يوحنا المعمدان في متى 3، الذي رفشه في يده وسينقي بيضره. هيجي المسيح له كل المجد ورفشه في ايديه وهينظف البيضر بتاعه، وهيفصل ساعتها المؤمنين الحقيقيين من البقية التقية من الأمة اليهودية. طبعا المؤمنين الحقيقيين اللي مرتبطين بالكنيسة احنا هنكون في السماء، لكن هيكون في مؤمنين على الأرض اللي هيأمنوا من اليهود أو من الأمم، ما نسميهم بلغة الكتاب بالبقية التقية. طيب الحصادين، من هم الحصادون؟ الحصادون هم الملائكة الذين سيرسلون إلى هذه المهمة. أحب كمان أقرأ شاهد عن الحصادون، شاهد مهم جدا، أتى في سفر الرؤيا آخر أسفار الوحي، آخر أسفار الكتاب المقدس، رؤيا 14 في عدد 14، رؤيا شاهد واضح وجميل، رؤيا 14 يقول: ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، بيستخدم نفس التعبير ابن الإنسان أو ابن إنسان، له على رأسه إكليلا من ذهب. يا سلام، هذا ابن الإنسان الذي لم يكن له في يوم من الأيام وهو على الأرض، أين يسند رأسه؟ لكن بعد أن تمجد يقول كده حاجة معزية قوي: له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد، وخرج ملاك آخر من الهيكل، أي من مكان سكن الله ومكان عرش الله، يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة. سيجري القضاء بهدوء وهو جالس، الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة. لإيه؟ أنهي ساعة اللي جاءت؟ جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس أو نضج حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، معه أيضا منجل حاد، وخرج ملاك آخر من على المذبح له سلطان على النار، أدي أداة القضاء النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض، لأن عنبها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وكتف كرم الأرض، ألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، تعبير مرعب، ألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. يا أحبائي، القضاء سيكون مرعب يوم أن يأتي الملك لكي ينقي الحق، لكي ينقي المسكونة، لكي ينقي الأرض من المعاثر وفعلة الاسم. ما هو مصير الزوان؟ مصير الزوان كما يخبرنا الرب يسوع هنا، يقول: يرسل ابن الإنسان ملائكته كما قرأنا في رؤيا 14، فيجمعون من ملكوته، أي ملكوت ابن الإنسان، جميع المعاثر وفاعلي الاسم، ويطرحونهم في أتون النار. واحد بيقول كلمة يطرحونهم هنا عاملة زي، أنا متأسف يعني، أكياس القمامة اللي بنرميها، يا تعبير قاسي قوي، ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. أدعو كل من يسمعني، إذا اترعبت من هذا الكلام، أحبائي، قال أحدهم عن كلمة الله قريبا أمامي، قال إن كلمة الرب تطمئن الكثيرين،
لكنها في ذات الوقت إنها تتعب وتزعج ضمائر الكثيرين. إذا الكلمة أزعجت ضميرك يا من تسمعني، أرجوك افعل شيئا واحدا، أصرخ إلى الله بلغة مزمور 139، قل له اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري. بلغة الرسول بولس، امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، قل له يا رب أنا مش عارف أنا حنطة ولا ذوان. أنا أتمنى أن كل من يسمعني يكون حنطة حقيقية تشبع قلب الله، لأنه من تعب نفسه يرى ويشبع. لكن إذا أنت حسيت روحك أنك مزيف زوان، لك شكل الحنطة لكن أنت تعرف الحقيقة، اوعى تكون مخدوع وقول له افحصني وامتحني يا رب. أمين، الرب يباركك أخويا الحبيب إبراهيم. سمعنا أحبائي الغالين عن مخاطر ما نحن وأترككم يا نجتاز أحبائي فيه، مع أخي الحبيب فادي لكي نستمتع ونستكمل الدراسة الجميلة في هذا المساء العظيم. أمين أخويا الحبيب إبراهيم، الرب يباركك. أحبائي سمعنا عن مخاطر ما نجتاز فيه نحن في هذا الأمر. إن كان الله قد ترك الزوان حالياً فهو تركه ليس لأنه لا يأبه به، لكنه كما يقول الكتاب لا يشاء أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. سنخرج فاصل أحبائي، وبعد الفاصل ستكون المكالمات مفتوحة، نكمل أيضا مخاطر الليل اللي تحدثنا عنه أحبائي الغاليين، السهر، وسنرى أنه في وسط هذا الليل هو الوقت الذي يعمل فيه إبليس. قال أحد الأشخاص كلمة أعجبتني، قال إبليس يعمل في كل حين لكن أغلب وقته وأكثر وقت يجتهد فيه هو في الليل، هو بيشتغل نايت شيفت. أحبائي الغاليين ابقوا معنا بعد الفاصل، سنستكمل بقية البركة التي نأخذها من الرب. أحبائي تحدثنا قبل الفاصل عن رسالة حقيقية تحدثنا عن الوقت الذي يسبق الحصاد، والوقت الذي يسبق الحصاد سنسميه هو وقت طول أنات الله الذي يصبر فيها على الخطاط. لكن أحبائي الغالين قلنا أن أكثر وقت ينشط فيه إبليس في عمله هو فترة النوم المؤمنين. أحبائي الذين ناموا هم أصحاب الحقل. أصحاب الحقل كما تذكرنا، ماذا حصل في النوم؟ كيف ممكن أن ينام المؤمن؟ هل ممكن أنه اللي ينام أحبائي غير المؤمن؟ أحبائي غير المؤمن هو أصلا لم يصحى لكي ينام، هو أصلا لم يحصل على حياة الله، وهذا ما نصليه من قلوبنا أن يختبر الصحوة، الحياة الجديدة، الولادة الثانية التي تهب حياة الله نفسها لكي يستطيع أن يسهر. أما المشكلة الحقيقية هو في من؟ المشكلة الحقيقية تكمن أحبائي فينا إحنا المؤمنين، عندما يحصل في حياتنا حالة من النوم والكسل الروحي. طب هل حصل هذا الأمر مع التلاميذ في وقت وجود الرب يسوع؟ بكل أسف أحبائي حصل. في مرة الكتاب يقول وداخلهم فكر عن من يكون فيهم عظيما. نام التلاميذ، بدل أن ينشغلوا بالعظيم بدوا يفكروا من فيهم هو الأعظم والأحسن والأفضل. الانشغال بالنفس هي فترة نوم. في مرة بطرس نفسه قال للرب يسوع قبل أن يذهب للصليب، قال الآتي، قال حاشاك يا رب، قال له ابعد عني يا شيطان. يهاجمنا أحبائي الغاليين، يهاجمنا نحن المؤمنين لكيما يجعلنا ننام، ننشغل بأمور أخرى في حياتنا. تعالوا قبل أن نكمل نأخذ مكالمة معانا. سلام الرب يسوع معاكم. ألو، ألو، سلام الرب يسوع. الصوت غير واضح.
الصوت غير واضح، أحبائي المكالمات مفتوحة، اللي يحب يتصل المكالمات مفتوحة. أختي غصون اللي حاولت تتصل بالمرات اللي فاتت، أصلي إن الرب يفتح المجال وتقدر تتصل. طيب أحبائي، تعالوا اللي اتصل يحاول أن يتصل مرة أخرى لكيما يعني نستطيع أنه نتواصل معه. اللي يحاول يتصل ولا يقدر، ارسل لي رقمك على الخاص وأنا سأعطيه للقناة وسنحاول نحن أن نتصل بكم حبايبي الغاليين. لكن تعالوا نتحدث عن الليل أحبائي الغاليين. قلنا في فترة الليل نتعثر، لماذا؟ لأنه تصير أمورنا أمور وإحنا لسنا صاحين، لكن في فترة الليل يضيع الاتجاه، يضيع الاتجاه، نفقد الاتجاه، نفقد الهدف، لأنه هناك ظلام أحباء الغاليين. فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. الذي يسير في الظلام، اسمع، لا يعلم إلى أين يذهب، لا يعلم إلى أين يذهب. الرب يسوع قال هذا الكلام واضح في يوحنا الأصحاح 12: الذي يسير في الظلام لا يعلم أين يذهب. أحبائي الغاليين، لما ننشغل بأمور غير الله ماذا يحصل؟ سنفقد الهدف، سنفقد الرؤية، وننشغل بأمور العالم. هذا الوقت اللي إحنا ننام فيه، فماذا يحصل؟ نبتعد عن خدمة الله، عن طاعة كلمة الله، عن النمو مع الله، عن معرفة الله، عن التعمق في فكر الله. فماذا يحصل؟ يحصل هناك نوم. قالت عروس النشيد هكذا: غسلت رجلي، غسلت ثوبي، فلست نايمة. نايمة مشغولة بماذا؟ مشغولة بالراحة، مشغولة بالنوم أحبائي الغاليين. لكن أيضا الليل يحدثني عن إما عن عدم التبعية أو عن التبعية من بعيد. لماذا تبعية من بعيد؟ لأن الرؤية ليست واضحة، فتبدأ المسافة تكبر بيني وبين الرب يسوع. من الذي فعل هذا الأمر وماذا كانت ثمار التبعية من بعيد؟ أحبائي الغاليين، بطرس يقول عنه الكتاب: فتبعه من بعيد. هكذا قال أما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة. أحبائي، متى 26، تبعه من بعيد. والكتاب يخبرني أيضا إنه البعد أحبائي الغاليين، البعد عن الله يجعل ماذا؟ في الظلام لا يستطيع أن يرى الذي يتبعه. فيقول الكتاب: الحق أقول لكم. ثم كلمهم الآتي، ثم كلمهم يسوع قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في ظلمة بل يكون له نور الحياة. الذي يعيش مع الرب يسوع سيتبعه. لكن ماذا كانت نتيجة تبعية بطرس من بعيد؟ اسمع الإعلان الصعب اللي قاله الرب يسوع لبطرس: الحق أقول لك إنك اليوم، بين قوسين، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تذكرني 3 مرات. لكن أيضا يحدثني الليل أحبائي الغاليين عن الإخفاق في الصيد، عن الانشغال بقوتنا، الانشغال بقوتنا وبذاتنا في الخدمة هو نوم أيضا. فأجاب يا سمعان: يا معلم، تعبنا الليلة كله بقدرتنا بقوتنا ولم نمسك شيئا. لكن أيضا اسمع، أيضا في نهاية يوحنا 21 يقول الآتي، قال بطرس: هلما نذهب لنتصيد. والتلاميذ قالوا: نذهب معك. خرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. مشكلة في تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. لكن احتاجت من؟ احتاج إلى الصياد الحقيقي. لما جاء وانفتحت عيونهم ماذا حصل؟ اسمع، يقول: ولما كان الصبح، يا سلام، سيدنا مقترن بالصبح، وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يعلموا، يكونوا يعلموا أنه يسوع. وقال لهم: يا غلمان، ألعل عندكم أدمة؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة على جانب السفينة الأيمن فتجدوا. واللي حصل إنه ولم يعودوا يقدروا أن يجذبوا الشبكة من الكثرة. أحباء الغاليين، هذا الأمر يجعلنا
في الليل لا نمسك صيدا على الإطلاق. تعالوا ناخذ مكالمة من أختنا الغالية سهام. أختي سهام، سلام المسيح معك. سلام المسيح أخ فادي. سلام ونعمة أختي سهام. وأخيرا اتصلنا وأخيرا صار لي يمكن آمين، شقد مبارك أحاول اسم أتصل. الرب. نشكر الرب إنه حصلت. آمين. ربي يباركك على الشرح والتأمل الرائع أنت وأخ أخ إبراهيم. ربي يبارككم ويستخدمكم أكثر. يباركك أختي ويحفظك. احنا مستمتعين بهذا البرنامج الحلو. شكرا للرب، فعلا شكرا للرب. ربي كلمتها حلوة يبارككم. أختي، أختي الغالية سهام، أحلى من العسل وقطر الشهد. أكيد أكيد. ومثل ما قلت احنا لو إذا نشتغل بدون الرب أكيد راح نتعب، وتعب نعم، تعب بلا فايدة، لكن مع الرب أكيد الرب يتمجد وينطينا شهوة قلوبنا. نعم، آمين آمين. والكتاب يقول تعبكم في الرب ليس باطلا، ليس بقوتكم. آمين آمين أختي آمين. الرب سهام، الرب يقويكم يبارك أختي. ويستخدمكم أكثر. أشكرك أختي، أشكرك من قلبي. الرب يحافظ عليك. ومكالمتك يعني ومكالمة كل الأخوة والأخوات تعطينا أنه إحنا يكون لنا شركة القديسين. الرب يبارك أختي سهام. ويباركك. بس نحتاج صلاة صغيرة من حضرتك وأخ إبراهيم حاضر، نعم إنه تفضلي أختي. الرب يكمل مع بنتي. الرب بنتي هي حامل ومحتاجة صلاة، الرب يكمل معاها وتكون الولادة سهلة. آمين ويبارك. باسم ومحتاجة الرب أيضا يسوع. من أجل معاملتنا الرب يتدخل، لأن صارنا فترة يعني مو قليلة، لكن واثقة إنه حاضر. توقيت الرب مو مثل توقيتنا. أنا آمين أعرف آمين أخ أختي سهام، فادي، راح أنا أرفع أعرف قد الطلبات بالصلاة حضرتك قد بلجاجة. صلي لي. نعم نعم آمين. أختي، أنا ربي واثق أن يقويك الرب يا راح رب يتمجد ويباركك. أختي. ويباركك أختي آمين آمين. المحبوبة، أنا همين ويخليكي أختي واثقة. سهام. ربي آمين يبارككم ويحفظ عوائلكم، حضرتك وأخ إبراهيم. ربي يستخدمكم ويحميكم. أشكرك أختي سهام، أشكرك. أنت بركة ومداخلاتك دائما غنية ومثرية، وإحنا رح نرفع الطلبات بالصلاة. أشكرك لاتصالك أختي الغالية. انتوا اللي بركة، انتوا اللي دا تفتشون الكتب ونتلذذ بيها احنا. ربي آمين يقويكم. ويحميك أختي، أشكرك من قلبي لاتصالك. باركك القدير ويحفظك أختي. تسلم. مع في آمين، امان الرب الرب. معك أختي مع المحبوبة. السلامة. شكرا شكرا أختي، أشكرك مجددا لاتصالك. شكرا أختي. آمين حبايبي الغاليين، تعالوا نستقبل اللي يصير بالليل. بالليل أحبائي الغاليين، في فترة الليل العيون لا تستطيع أن تبصر والحواس تفقد تدريبها. ماذا يحصل عندما تفقد الحواس تدريبها؟ لا نستطيع أن نميز المؤمنين الحقيقيين من اسمع، سيمون الساحر. قبل أن نتحدث في النقطة تعالوا ناخذ اتصال من أختنا الغالية ندى. أختي ندى، سلام المسيح معك. نعم وسلام أخ فادي. الرب سلام الرب يسوع يبارككم. يا قديسة شلونك أختي؟ نشكر الرب، نحن في أحسن حال ما دام الرب معانا. والرب مبارك يبارككم ويديكم نعمة ومعرفة وفهم لتصل الكلمة لقلوب الكثيرين. يا وأحب أضيف إذا أمكن. تفضلي. تقول الكلمة في يوحنا 9:4: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. هذا المثل هو كلش مهم لحياتنا ومفيد كلش. فالملك الذي اختاره الله ليرئس ملكوته هو يسوع المسيح، هو يسوع المتوج ملكا. والصلاة الربانية تعلمنا ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. فالديوان هو عمل إبليس لتعطيل ملكوت المسيح، والعالم كله حقل الله، ففي كل الشعوب يزرع المسيح زرعه. فتعرضت الحنطة للخطر، ونجد الديوان ملاصقا للحنطة حتى نهاية العالم، ونشوف في يوم الحصاد الديوان يحرق بالنار، أما الأبرار فيضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم. إذن
لكل مستمع هي فرصة جديدة لتستيقظ لألا تضيع حياتك في الأرض وفي السماء، والرب يساعدنا لكي نكون على صورة ابنك الذي قدم ثمرة حياته لأجل الآخرين. ويا حلاوة المسيح في حياتنا، فهو يريدنا أن نحيا بجذور عميقة مع الله. والرب يبارك يبارككم اثنينكم، خدمتكم حلوة دائما وكلش حلو. شكرا لكم. أمين أختي ندى الغالية، الرب يحافظ عليك، أنت بركة والحقيقة فرحة لقلوبنا أيضا. شكرا للرب لأجلك ولأجل استخدامه إلك أختي الغالية، ويحفظك، وإحنا مستمرين نصلي لأجلك. أحبائي طلبات الصلاة بدأت توضع، إحنا قربنا على نهاية البرنامج، لكن تعالوا قلنا نقطة. في فترة الظلام نفقد التمييز، لا نستطيع أن نرى سيمون الساحر من فيلبس المؤمن الحقيقي، لكن الذي يصحى. يقول الكتاب هكذا: إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت، كما قال الرب يسوع: اتركوها، لا تتركوا الزوان الآن، لكن اسمع حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. هذا هو وقت الحصاد. في الظلمة لا نستطيع، في الظلمة لا نستطيع أن نرى الأشياء على حقيقتها. التصق بالرب، اشبع منه، التصق بالكلمة، انشغل به. هذا الوحيد الذي يستطيع أن يبقي المؤمنين سهرانين. لما ذهب إلى جبل الزيتون، هل تعرف ماذا حصل؟ اللي حصل أنه الرب يسوع انفصل عنهم. طب لماذا لم يذهبوا معه ليصلي؟ قال اسهروا وصلوا، لكن لأنه ابتعد عنهم وكان المفروض أنه يتبعوه، لأنه أتبعك يا سيد أينما تمضي، ليبقى سهران، لكنهم ناموا، ثقلت عيونهم. لما نبتعد ويصبح الأول، اسمع، لا يصبح الأول في حياتي هو نفسي، هو حياتي، ماذا يحصل؟ سأنام، سأفقد أحبائي الغاليين قدرتي على التمييز. عندها سيزرع الشرير زرعه، ويزرع الأنبياء الكذب زرعهم، ويزرع الإخوة الكذب زرعهم، وبعدين نبدي نتصرف بالجسد دون أن نتصرف بالروح. أحبائي الغاليين، أن نبقى سهرين. تعالوا عندنا طلبات صلاة نرفعها. أنا أترك الـ 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 يعني الفرصة لدقيقة مع أخوي إبراهيم إن كان هناك شيء يختم فيه، ثم نرفع طلبات الصلاة اللي موجودة معنا. أحبائي الغاليين، أخوي إبراهيم الغالي. أمين أخوي الحبيب فادي. هو بس في فكرتين مهمين أنا حابب أختم بيهم كلامي في الحلقة النهاردة. الفكرة الأولانية أنه في الدائرة الواسعة، لما التلاميذ طلبوا من الرب أن هم يجمعوا الزوان، الرب رفض هذا الطلب وقال لهم دعوا الاثنين ينميان معا لغاية ما هيقوم بالمهمة دي الملائكة زي ما وضحنا. لكن في الدائرة الأضيق الموجودة داخل دائرة ملكوت السماوات، وهي دائرة الكنيسة الحقيقية، هل الكنيسة عليها مسؤولية؟ نعم، الكنيسة أحبائي عليها مسؤولية أنها تعزل الخبيث من بينها، ونستطيع أن نفهم ذلك من الرسالة بولس الرسول، الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، لما قال لهم كده: اعزلوا الخبيث من بينكم. من حق الكنيسة أن الإخوة يجتمعوا معا ويصلوا، والرب يرشدهم للحكم الصحيح بعزل الأخ المخطئ إلى أن يرد نفسه ويعود للشركة معهم مرة أخرى. أنا حبيت أوضح النقطة دي. النقطة الثانية اللي عايز أوضحها، وعشان نترك الفرصة للصلوات واستقبال طلبات الصلاة، فكرة إن هم يجمعوه في حزم. الرب في المثل بيقول هيجمعوه في حزم. حزم ياه، يعني الحريق سيتم من خلال حزم. العالم اليوم فيه التكتلات وفيه اتحادات، وأيضا عند حريق ملكوت السماوات سيكون هناك حزم، اتحاد الزناة، اتحاد السكرين، اتحاد المتدينين. لا أتمنى أن يكون أحد مما يسمعني ضمن الحزم التي ستحرق. أترككم أحبائي في رعاية الرب والقدير، وأترك الفرصة لاستقبال طلبات الصلاة ورفع طلبات الصلاة. أمين، الرب يبارك حياتك أخونا الحبيب إبراهيم. مداخلة حلوة ومهمة جدا، تجعلنا نكون حريصين دائما، شجع لكن ليس على حساب كلمة الله. تعالوا نرفع طلبات الصلاة أحبائي الغالين. وقبل كل شيء، قبل أن نذكر
يعني الطلبات اللي أمامنا، تعال ارفع قلبك إن كنت لم تختبر الله في حياتك. كما وجه أخونا الحبيب رسالة لك وقال لك إن كنت شاك إنه أنت حنطة. أحبائي الغاليين، حياة الله لابد وأنه تثمر بينا. تعال ارفع قلبك قل له يا رب أنت بطول أناتك لا تشاء أن تهلكني، لكن تريد أن أقبل إلى التوبة. طول أناتك وإمهالك صبر لي إلى هذه اللحظة لكي ما تبدأ معي بداية جديدة. تعال ارفع قلبك وغمض عيونك واحني ركبتيك وقلبك قبله وقل له يا رب ادخل في حياتي، أريد أن أكون حنطة مشبعة لقلبك مثمرة سيد الرب. اغسلني بدمك يا رب، رش علي دمك وغيرني وخلصني يا رب حتى ما أقبلك مخلص شخصي وأثمر يا رب إلى مجد اسمك يا رب، ولا يا رب أكون مع من الحزم الكثيرة التي ستحرق أو مع الأردياء التي ستطرح خارجا. سيد الرب ساعدني. أحبائي الغاليين تعالوا ارفعوا قلوبكم معي أيضا لأجلنا إحنا المؤمنين أحدنا للآخر. الكتاب يوصينا أن نصلي بعضنا لبعض، أن نصلي لكيما نبقى سهرانين، وإن نام أحد نصحيه. أحبائي الغاليين، أو إن أنا نمت هناك من يصحيني، هناك من يعمل عمل صراخ نصف الليل. أحبائي الكتاب في متى 25 يقول صار صراخ نصف الليل. من الذي صرخ؟ الذين بقوا سهرانين أحبائي، الذين ما زالوا واعين يصرخوا ويقول تعال سلم حياتك له. صراخ نصف الليل، هو ذا العريس مقبل. اصحى يا مؤمن اصحى، تعالوا نرفع قلوبنا وقل له يا رب صحيني اكثر، رجعني ليك من تاني، اختار تكون الهي طول المشوار. تعالوا نرفع قلوبنا بالصلاة، تعالوا نضع قلوبنا امامه لكي ما نسير بحسب قلبه، ويكون هو ليس اول اللستة لكن يكون هو كل اللستة في حياتنا. سيدنا الرب نباركك ونحمدك ونشكرك، نثق سيدنا الرب بأنه أنت عامل فينا يا رب، ونثق أنه أنت يا رب افتقدتنا وخلصتنا يا رب لأجل مشورة صالحة، لأجل عمل حقيقي. أكيد سيدنا الرب احنا واضعين نفوسنا بين إيديك، إن كان في حياتنا نوم يا رب صحينا يا رب، يا رب أعطينا يا أن رب نسهر معك، أن نعمل معك، أن نطيعك سيدنا الرب، أن ننشغل بيك يا رب، بكلمتك، بخدمتك، بسلوكنا يا رب اللي يخبرنا بأنه إحنا صاحين معك. سيدنا الرب إحنا متفقين بطلبة واحدة من أجل ابن خال أختي أسمر يا رب، أرجوك يا رب أنت تمد إيدك سيدنا الرب، أنت تعمل وتشفي يا رب وتتمجد. وضع أمام شخصك يا رب، أرجوك عنان يا رب للشفاء يا سيدنا الرب. وضع أمام شخصك أختي سمر لترتيب أمور السفر يا رب، والأمور اللي في حياتها مع زوجة وبيتها. سيدنا الرب احنا متفقين بطلبة واحدة يا رب من أجل أختي يا رب سهام، لأجل بنتها اللي قاربت على الولادة تتمجد أنت يا سيدنا الرب، لأجل أوراق السفر يا رب، من أجل الطفل كريستيانو سيدنا الرب أنت تتمجد يا رب في حياته. يا رب احنا واضعين أختي ندى، واضعين يا رب زوج أختها ليندا للشفاء يا سيدنا الرب. أرجوك يا رب أنا واضع أختي إخلاص لأجل بنتها في المستشفى اللي على يا رب أبواب ولادة قبل الوقت، أنت تمد إيدك يا سيدنا الرب، أرجوك وتتمجد. أختي يا رب ليلى أرفع أضم صوتي لصوتها لأجل يا رب أنا سيموس، يا رب أنت تمد إيدك يا سيدنا الرب وتتمجد يا رب ببركة في توفيق في دراسة يا رب، من أجل حفيد أختي أحلام يا رب دانيال أنه تكمل معه وتشفيه بالتمام يا سيدنا الرب. يا رب أضم صوت لصوت أختي إخلاص من أجل ابن يا رب بنتها أيضا في المستشفى. سيدنا الرب احنا نثق بشخصك أنه أنت تعمل فيما بيننا، صلاة من أجل مشاكل في عائلة يا رب، لأجل الثبات والإيمان الحقيقي يا رب. أختي يسوعي مخلصي بين إيديك يا رب، أنت تمد إيدك يا رب لتقوية، لعمل، لاستخدام يا رب، لبركة حقيقية. أختي غصون سيدنا الرب بركة أيضا من عندك يا رب، محاولين أنه نتصل، أنت ترتب أمورك يا رب وتفتح الخطوط حتى ما نتعزى بإيمانها وإيماننا يا سيدنا الرب. يا رب احنا واضعين بين ايديك يا رب اخونا خادمك وديع هلال، تكمل
مسيرة العلاجات أختي أم موريس لأجل تسديد احتياجات سيدنا الرب. يا رب احنا واثقين بشخصك يا رب، صلاة أضم صوت لصوت أختي مارجريت يا رب، صلاة لأجل يا رب العراق يا رب بسبب سقوط الأمطار والسيول والكوارث. يا سيدنا الرب أنت تفتقد يا رب وترتب كل الأمور وتعمل، أنت بيدك سيدنا الرب. يا رب أنا وضع أختي بان يا رب وعائلتها وبيتها ومتعلقاتها يا رب لبركة لأولادها لزوجها لحياتها سيدنا الرب. احنا نثق بشخصك يا رب أنه أنت عامل أختي أسمر بين إيديك يا رب، وأختي يا رب يا رب أختي مريم بين إيديك تتمجد في حياتها يا سيدنا الرب، ماما ابتسام بين إيديك يا رب لاستخدام يا رب وترتيب كل الأمور، أختي آراء يا رب، وأختي هالين يا رب ماما فيرجين بين إيديك في خدمتها الخدمة الصباحية القس سلامة يا رب. يا رب بركة على حياة أخوي إبراهيم وعلى عائلته يا رب، على أختي يا رب سامية وسهير وأخي يا رب إسحاق وعائلته وأولاده ببركات من عندك، واضعين بين إيديك يا رب. أضم صوت لصوت أختي إخلاص من أجل جوزيف يا رب ابن بنت، أرجوك يا سيدنا الرب نثق بشخصك يا رب، ونثق بعملك، ونثق بإحسان قلبك يا رب أنه أنت تسمع لنا. يا رب احفظنا من النوم سيدنا الرب، أختي سيران من أجل طلبة خاصة يا سيدنا الرب، احنا عارفين أنه أنت عندك وقت يا رب وعندك استجابة. أنت يا رب قلت كل طلبة نطلبها باسمك تكون لنا يا سيدنا الرب. أختي سارة يا رب اللي تستخدمها بقوة عمل حقيقي في حياتها واستخدام يا سيدنا الرب. حلقتنا يا رب القادمة الخدمة يا رب في يوم 12 يا رب، أرجوك أنت تتمجد يا سيدنا الرب من خلالها باستخدام حقيقي يا رب. أنت تزيل كل معوق وكل يا رب معطل سيدنا الرب، حتى ما تتمجد أنت في الوسط سيدنا الرب. يا رب احنا نثق بشخصك أنه أنت تسمع لنا، ضم صوتنا لصوت شعبك الصارخ إلى شعب نيجيريا يا رب لأجل العذاب والاضطهادات، أنه أنت تتمجد. صلاة من أجل أختي سوزان، من أجل نجاح أولادها في الامتحانات النهائية، من أجل أن الرب يقودنا يا رب، يقودهم في قرار بحسب مشيئته في من جهة السفر يا رب. أرجوك يا رب أنا واضع صوتي يا رب، أضم صوتي الصوت أختي أو أخي غرهاك يا رب من أجل طلبة خاصة يا رب، أرجوك أنت تتمجد أيضا يا رب في هذه الطلبة. أنت سامعنا يا رب، أنت تسمع صوت القلوب الحقيقية وتتمجد من خلالها يا رب. أرجوك سيدنا الرب كل الخدمات بين إيديك، واضعين أمام شخصك يا رب رؤساء الدول يا رب، أنت قلت مصلين لأجلهم يا رب من أجل أن نقضي حياة هادئة مطمئنة سيدنا الرب. سيدنا الرب احنا واضعين بين إيديك خدامك العاملين، احفظهم من النوم، احفظهم من أنفسهم، احفظهم من العالم، احفظهم من هموم العالم يا رب وانشغالات العالم. يا رب في مرة قلت لمرثا، مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأمور كثيرة والحاجة إلى واحد، أرجوك يا رب ركز عيوننا أن تكون عليك أنت يا حبيبنا، تكون أنت الواحد وهدفنا هو الواحد يا رب. كل الأهداف أنت هدف أهداف العمر سيدنا الرب، نثق بشخصك يا رب وأنت تصرفنا يا رب. احنا نثق بشخصك انه عندك بركات كثيرة، احنا نفتح قلوبنا ونقول لك اعطينا سيدنا الرب، اعطينا ان ننشغل بيك، ننشغل بحبك يا رب، وننشغل بعملك، وننشغل يا رب بكل الامور التي تمجد اسمك. نشكرك حبيب قلوبنا اخونا الشمري بين ايديك يا رب، تباركه وتحفظه ايضا سيدنا الرب. يا رب انا واضع كل المشاهدين الان يا رب، يمكن أنا لا أعرفهم، لا أراهم، لا أستطيع أن أعرف أسمائهم، لكن أنت تعرفهم يا رب. عيونك تستطيع أن تخترق أستار الظلام يا رب، تصل إليهم بركات من عندك، تلمس القلوب والأفكار والجسد يا رب، وتتمجد في كل أمورنا. نشكرك، نعظمك، نحمدك سيدنا الرب، لأن لك كل يا رب الملك والقوة والسلطان والمجد إلى الأبد. أمين حبايبي الغاليين، شكرا للرب من أعماق القلب، ونحن نراه يتعامل
في حياتنا نشكر الرب لأجل هذه الفترة اللي قضيناها. أصلي من قلبي أن يحفظ الله تأثيرات هذا الكلام في قلبي وقلبكم وقلب كل المستمعين والمتكلمين. نصلي لأجل قناة أحبائي الآرامية، احنا بحاجة لصلواتكم وتعضيداتكم بالصلاة لأجل طريق الأقداس بالتحديد لكي ما يثمر لمجد الله. أحبائي ارفعونا بالصلاة، نصلي نحن أيضا لأجلكم، واثقين إن حبيب قلوبنا ومعبودها يسمع لنا، وله في الاستجابات معاد وحكمة على طول الخط. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام المسيح معكم. آمين.